السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دالي من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في عبر اليوتيوب. أحييكم من هذا المنبر هذا إلى جميع التلاميذ جذوع المشتركة للتعليم الثانوي تأهيلي جذع علوم وجذع التكنولوجيا في رحاب الرياضيات. أقدم لكم بعض الأنشطة الخاصة بهذا الكتاب المدرسي الخاص بالرياضيات. إذن في الحصة السابقة توقفنا في هذه النقطة، مجموع وجذع حلي معادلة من الدرجة الثانية. نحن في إطار شرح المعادلات والمتراجحات والنظمات. مجموع وجذع حلي معادلة من الدرجة الثانية، هناك خاصية: إذا كان للمعادلة AX كاري و AX مربع زائد BX زائد C تساوي صفر، A بشرط أن تكون A تخالف صفر أي غير منعدمة، حلان X1 و X2 فإنهما يحققان المتساوية التالية: مجموع حلي معادل من درجة ثانية يكون على الشكل التالي: X1 زائد X2 تساوي ناقص B على A، وجذع حلي معادل من الدرجة الثانية تكون على الشكل التالي: x1 في x2 تساوي c على a. يجب أن تستوعبوا جيدا هذه الخاصية. سوف أقدم لكم بعض الأنشطة في فيديو مستقل. إذن استوعبوا جيدا هذه الخاصية. إذا كانت المعادلة مثلا x كاري زائد bx زائد c تساوي صفر، بحيث أن تكون هناك دلتا أكبر من صفر، دلتا معنى بي وكاري ناقص كاتل خاصي. إذا كانت دلتا أكبر من صفر فإن المعادلة لها حلين إكس واحد وإكس اثنين. المجموع ديال حلي المعادلة هو الشكل التالي: إكس واحد زائد إكس اثنين تساوي ناقص بي على أ، وجذع حلي المعادلة من الدرجة الثانية يكون على الشكل التالي: x1 في x2 تساوي c على a. إليكم النشاط الأول متعلق بواحد تمرين تطبيقي حول هذه الخاصية ديال المجموع وجذع حلي المعادلة من الدرجة الثانية، تابعونا. سوف أقدم لكم بعض أنشطة خاصة بمجموع وجذع حلي المعادلة من الدرجة الثانية. لاحظوا جيدا، لنعتبر الموضوع ديالنا هو مجموع وجذع حلي معادلة من الدرجة الثانية. المجموع وجذع حلي معادلة من الدرجة الثانية. نعتبر المعادلة، نعتبر المعادلة x كاري زائد bx زائد c تساوي صفر، حيث a تخالف صفر. لنبين أن x1 زائد x2 يساوي بلا، هذا هو البرهان الأول. خصنا نبينوا أن حلي مجموع حلي معادل من الدرجة الثانية تكتب على الشكل التالي: x1 زائد x2 تساوي بلا، فهم تساوي ناقص بلا.
تذكرت اكس واحد زائد اكس اثنين تساوي ناقص ب لا. في الاول خصنا نبينو ان اكس ان زائد اكس دو تساوي ناقص ب لا. تبو جيد. اذا كان الدلتا هذه اكبر من او يساوي صفر، انا دلتا هي بي او كاري ناقص 4 اس. اللي كانت فعلا دلتا اكبر او يساوي صفر، اي بي او كاري ناقص 4 اس خاص يكون اكبر او يساوي صفر. هاد دلتا هي بي او كاري ناقص 4 اس، تسمى مميز المعادلة. فإن حل المعادلة تكتب على الشكل إن الحلين ديال المعادلة هما، شكون اللي ذكرنا بيهم؟ إكس واحد و إكس اثنين. دايما اكس واحد يساوي ناقص ب ناقص جذر مربع دلتا على دوزا، هذه بديهية، ناقص ب ناقص ب ناقص جذر مربع دلتا على دوزا. بالنسبة للحل الثاني هو ناقص ب زائد جذر مربع دلتا على دوزا. سابقا شرحنا لكم واحد الفيديو كيفاش توصلنا لهذا الحلي ديال المعادله من الدرجه الثانيه اللي كان دلتا او مميز المعادله اكبر من او يساوي الصفر، اي بي او كاري ناقص 4 ا سي اكبر من او يساوي الصفر. ننتبه بارفوا تيكون عندنا اكس واحد يساوي اكس اثنين اذا كان دلتا تساوي الصفر، كنا مطابقين اكس واحد هو اكس اثنين كان دلتا اصلا تساوي صفر. علاش قلنا دلتا اكبر من او يساوي صفر؟ باغفوا اللي كانت اكبر من قطعا خاص يكون اكس ان و اكس دو مخالفين، ناقص ب ناقص جد مربع دلتا على دوزا راه ديال اكس ان، وناقص ب زائد جد مربع دلتا على دوزا راه ديال اكس دو. ولكن ان فو يكونوا دلتا تساوي صفر تكون مطابقين. اذا حاول نجمعهم دابا x1 زائد x2، هاد الهدف ديالنا هو حنا نستطيعو نحصلو على هاد الصيغة هادي ديال x1 زائد x2 تساوي ناقص ب على دوزا، أي مجموع حلي المعادلة من الدرجة الثانية هو ناقص ب على دوزا. دابا نجمعهم بين هاد x1 زائد x2، معناه عندي دي ناقص ب ناقص جذر مربع دلتا على دوزا زائد ناقص ب زائد جذر مربع دلتا على دوزا. إذن بعد صحة المقابلات لدينا ناقص ب ناقص زم مربع دلتا ناقص كذلك ب زائد زم مربع دلتا. هنا هذا دوزا بيس. هنا تلاحظوا أنا هناك اثنان ناقص دو بي، ناقص اثنان بي هنا عددان متقابلان، إذا أنت تمشي هادي أو تبقاو هاد جوج، تنحصلو على ناقص اثنان بي على دوزا. إذا بيسير هنا تنحي طيرو هاد اثنان تتبقى غير ناقص بي على دوزا،
في الحقيقة هي ديك هي الحل الوحيد x1 زائد x2 تساوي ناقص b على a. نبين لكم دابا البرهان ديال مجموع حلين المعادلة تكون دائما الشكل ناقص b على 2 ناقص b على a باش ما تنساوهاش. الطريقة واضحة جدا، انا سوف اعيد البرهنة من جديد باش تستفدوا. اذا اكس كاري زائد بي اكس زائد سي هي المعادلة، بيان سور ا تخالف الصفر. خصنا نبينو دابا ان المجموع حلين المعادلة من الدرجة الثانية تكتب على الشكل ناقص بي على ا اذا كان دلتا اكبر من او يساوي الصفر، اي بي كاري ناقص 4 ا سي اكبر من او يساوي الصفر، فان حلين المعادله هما x1 و x2. x1 تساوي ناقص بي على ناقص زائد مربع دلتا على 2 و x2 تساوي ناقص بي زائد مربع دلتا على 2. فحال ما كان عندنا دلتا تساوي صفر هنا نكونوا مطابقين بيسو. ما علينا، دابا خاصنا نجمعهم x1 زائد x2 مجموع هاد الحدتين هاد الاولين. x1 زائد x2 هو الشكل الثاني، ناقص بي ناقص زائد مربع دلتا على 2 زائد ناقص بي زائد مربع دلتا على 2. اذا خاصنا ولا بد نوحدوا المقامات، انفون نوحدوا المقامات تبان لي بان ناقص بي مع ناقص بي ستعطيك ناقص 2 بي وناقص زائد مربع دلتا زائد زائد مربع دلتا، فهاد الحاله تختفي لانه عددان متقابلان، تبقى غير ناقص 2 بي على 2 تنحاول نختزلهم تبقى ناقص بي على. اذا x1 زائد x2 تساوي ناقص بي على ا، خاصكم تحطوها في رياضكم مزيان تستوعبوها مزيان. دابا نبينوا الحاله الثانيه لنبين ان x1 في x2 تساوي سلا. إذن في الأول برهنا أن x1 زائد x2 تساوي ناقص بي على أ. طبعا برهنو الجداء ديال حلي المعادلة تكون على الشكل سي على أ، خاصني نبينوها لكم بيان سور بار ديمونستراسيون. انتبهوا، إذن عندنا x1 في x2، ديجا x1 هو ناقص بي ناقص زائد مربع دلتا على أ، ذكركم به ماشي مشكل، ناقص بي ناقص زائد مربع دلتا على دوزا اكس دو تساوي ناقص بي زائد مربع دلتا على دوزا. شي شفنا في الاول دابا الضرب ديالهم كيف كي غنديرو ليه؟ غنديرو اكس ان x2 تساوي ناقص b ناقص زائد مربع دلتا على 2 في ناقص b زائد زائد مربع دلتا على 2. يكون هناك ضرب زين، لاحظوا جيدا بيسون نضرب البسط في البسط والمقام في المقام لتساوي ماذا؟ اذا في المقام هو عندنا 4 او 2، هنا في البسط عندنا تقريبا ناقص بي او كاري على 2، ناقص بي في ناقص بي ناقص بي او كاري على 2 في ناقص زائد مربع دلتا على 2. اذا هاد ناقص بي كاري راه هي اصلا هي بي كاري و زائد مربع دلتا الاصل ديالها هو 4 هي بي و 2 الاصل ديالها و بي أس 2 ناقص 4 أس
الجد مع الجدار سي تي تبقى غير دلتا، ودلتا هي اصلا بي وكاري ناقص 4 اس، جد مربع دلتا على كل اس 2، اذا الجدار هذا تتحيد معنا تبقى غير دلتا هي اصلا بي وكاري ناقص 4 اس على 4 وكاري. اذا بي وكاري مع بي وكاري زائد 4 اس على 4 اس 2. اذا تلاحظوا بان بي وكاري مع بي وكاري ماشي بحال هكا، تبقى غير 4 اس سي على 4 اس 2. الاربعة هادي تتمشي مع هادي، هادي الشيء تبقى هادي، اذا تبقى غير السيلة. اذا x1 في x2 تساوي السيلة. بين لكم عاوتاني مزيان، لاحظوا السؤال يقول بين ان اكس ان في اكس 2 تساوي سيلا. بحال ما كان عندنا بياس المعادله من الدرجه الثانيه تقبل حلين، عندنا اكس ان في اكس 2، اكس ان هو ناقص بي ناقص جوج مربع دلتا على دوزا، و اكس 2 هو ناقص بي زائد جوج مربع دلتا على دوزا، واضح. اذا هنا x1 في x2 تساوي ناقص b ناقص جوج مربع دلتا على دوزا، في ناقص b زائد جوج مربع دلتا على دوزا. هنا تلاحظ بان هناك ضرب، نضربوا البسوط في بعضياتهم والمقامات في بعضياتهم. المقامات تعطينا تقريبا 4 اس 2، وفي البسوط تعطينا تقريبا ناقص b اس كاري ناقص b على الكل اس 2 ناقص جوج مربع دلتا على الكل اس 2. إذا في هاد الحالة ناقص بي وكاري تساوي بي وكاري، ناقص بي وكاري هي بي وكاري، يعني ناقص بي في ناقص بي هي بي وكاري. وهنا الجذر تترلك مع المربع تبقى غير دلتا، ودلتا أس ديالها هي بي وكاري ناقص 4 أس. فاش نزولو الأقواس تلاحظو بأن بي وكاري ناقص بي وكاري هادو تيمشيو فحالهم، يعني يساوي صفر، هادي تتساوي صفر تمشي فحالهم، تبقى لينا غير 4 اس هنا 4 او كاري. بيسيو يقع ما يسمى بالاختزال، فاش نختزلو 4 مع 4 تتمشي بحالها ا مع ا اس 2، اذا ا تتبقى تلاحظو غير السي على ا هي اللي تتبقى. اذا هذا دليل واضح بان اس اكس 1 في اكس 2 تساوي السي على ا، خاصة تحفظ باركور اللي لقيتوها في شي تمرين ولا في شي فرد مثلا، خاصكم توجدوا حلي معادله من الدرجه الاولى اذا كان دلتا اكبر من صفر، وكانت هذه المعادله دي تقبل حلين اكس ا واكس 2 الجداء ديالهم تيكون على الشكل التالي السالة، اما الجمع ديالهم تيكون على الشكل ناقص بي على ا. اجي نشوفوا واحد التمرين كيفيه توظيف مجموع وجداء حلي المعادله، توظيف مجموع وجداء حلي المعادلة. نذكركم دائما x1 زائد x2 شحال يساوي؟ نعم جيد، ناقص ب على ا. نذكركم الجداء ديالو شحال يساوي؟ سالة زي. إذن هاد الشيء خاصنا نوظفوه، نتلاعبو معايا، أوريكم هاد النشاط أصلا موجود في رحاب الرياضيات، ولكن بغي نوضحو لكم بالطريقة الخاصة. لنعتبر تبعو معايا مزيان، نعتبر المعادلة معادلة 2005 اس كاري ناقص 2006 اكس زائد 1 يساوي صفر. تا
تلاحظوا بأن 2005 هي A و موان 2006 هي B و بلس 1 هي C. أنتم لاحظوا إذن قال لك بين أن العدد واحد وحل معادلة E ثم حدد الحد الحلتين. إذن نكتب السؤال بين أن العدد واحد هذا هو هو حل المعادلة E. معنى المعادلة هذه تسمى معادلة E. بين أن العدد واحد هو حل المعادلة ثم حدد الحلتين. إذن هناك سؤالين يجب أن نقوم بحلهما بين أن العدد واحد هو حل معادلة واحد E ثم حدد الحلتين. إذن باش يكون عندنا واحد هو حل المعادلة E خاص هذاك X نعوضه بواحد. X تساوي واحد هذه المعادلة 2005 x او كاري ناقص 2006 x زائد واحد خاصة تساوي الصفر. لي مشات ساوت الصفر عوضنا x بواحد وساوت لنا الصفر نعتبر بأن واحد هو فعلا حل معادلة E. أجي نشوف عندنا 2005 في واحد او كاري ناقص 2006 في واحد زائد واحد شحال يساوي؟ هنا 2005 في واحد تبقى ديما 2005 ناقص ماذا؟ ناقص 2006 زائد واحد تساوي ماذا؟ إذا من خلال هاد العبارة هادي يعني نلاحظو بأن 2005 ناقص 2005 تساوي صفر. إذن تتساوي الصفر إذن واحد هو حل معادلة E. يجب عليكم أن تعوضوا X بواحد. اللي عوضتوا X بواحد مثلا هنا عوضنا X بواحد في الأول ما كانش واحد كانت X وكار ولكن هنا عوضنا X بواحد 205 في 1 أس 2 ناقص 2006 2006 في 1 زائد 1 تلاحظوا بأن هناك واحد متساوية 2005 ناقص 2005 تعطيك 2005 ناقص 2005 تساوي صفر. إذن واحد هو حل معادلة. إحنا دابا وجدنا واحد هو حل معادلة. إذا لدينا جوج طرق. إما نوظفو x1 زائد x2 تساوي ناقص b على a، إما نستعملو الطريقة هادي، إما نستعملو الطريقة ديال جودة، ولكن نشوفو لي سهلة فيهم، السهلة، ألوغ لي سهلة فيهم هو التالي. x1 فوا x2 تيكالا سالا هذا هو المثال اللي خصنا نطبقوه. عندنا x1 هو واحد اذا نعوضو واحد في x2 حنا نتبحثو على x2 اذا المجهول عندنا هو x2 تساوي سالا نعوضو ندير واحد في x2 تساوي واحد على 2005. الو كيف ما تلاحظوا طريقه كلها سهله جدا معادلة من الدرجة الأولى هذا هو المجهول
اكس اتنين تساوي واحد على دو من سانك سيغ واحد، كل شيء تطلع لفوق. إذا في هذه الحالة إكس دو تساوي أن سيغ دو من سانك، طلعنا معاه، إذا عوضنا واحد في واحد على 2005 تساوي لنا واحد على 2005. إذا هذا الحل هذا هو الحل الثاني، إكس دو هو الحل الثاني. سوف أعيد. إذا لكي نجد الحل الثاني، حنا وجدنا الحل الأول بالتعويض، طريقة التعويض، عوضنا كما تشوفون، عوضنا إكس أن إكس بواحد في هذه المعادلة خرجت لنا صفر. إذا أوتوماتيكيا إذا خرج لنا العدد هنا صفر فإن واحد هو الحل ديال المعادلة. إذا إكس أن لقيناه، بقى لنا دابا إكس دو. إكس دو إما نوظفو الحل الأول معنا المجموع ولا الحل الثاني مع الجداء، نشوف لي سهلة فيهم. فالوقت يبان لي بأن لي سهلة فيهم هو الحل الثاني، ندير إكس أن فوا إكس دو تساوي سهلة أن. إذا إكس أن هي واحد أصلا، حل المعادلة الأولى يعني حل رقم واحد هو واحد، إكس أن هي واحد، يعني واحد في إكس دو تيكالا سهلة أن. يعني واحد في إكس دو تقال واحد على 2005، لأن واحد تساوي سي هي واحد و أي هي 2005 في المعادلة. تلاحظوا بأن إكس دو تساوي واحد على 2005 على واحد. طريقة التعويض، إكس دو هو المجهول، تندير واحد على 2005 على واحد، طريقة سهلة. إذا على واحد معناها هي 2001 على 2005، يعني إكس اتنين هو واحد على 2005. باش يمكن لي أنا نفاليديو هادشي، خاص ولا بدها تخرج هنا السالة أ، هي السالة أ، السالة أ هي واحد على 2005، إذا واحد في واحد على 2005 هي واحد على 2005، إذا هذا هو الحل ديال هاد المعادلة. إذا يجب عليكم أن تستوعبوا جيدا مجموع حلي المعادلة من الدرجة الثانية إذا كان دلتا أكبر من صفر، أي تقبل حلين، تكون عندنا إكس أن زائد إكس دو دائما ناقص بلا دو، والمجموع والجداء هو السالة. خاصكم تردوا بالكم هذه المسألة مزيان ديال هذه الخاصية اللي سبق شرحناها في الدرس. دابا بين كليكم دابا في التطبيق الأول، برهنة ديال إكس أن زائد إكس دو علاش عطاتنا ناقص بلا أ، راه برهنا لكم عليها، يمكن لكم تدربوا عليها كذلك أنتم. وبرهنا كيفاش وجدنا إكس أن في إكس دو تساوي السالة، وكيفاش الطريقة ديال توظيف هاد المجموع وهاد الجداء في حل المعادلة. مفهوم؟ إذا أتمنى أنكم استفدتم من هاد الحصة هادي ديال المجموع وجداء حل المعادلة من الدرجة الثانية. أتمنى أن هاد الأنشطة المقترحة تكون فعلا في المستوى، تستفدوا منها وانكم تستوعبوا مزيان الطريقه ديال المجموع وتوظيف ديالو، الطريقه ديال الجداء وتوظيف ديالها في المعادله، في حل المعادله. داكوغ. اذا لاحقا سوف نتطرق الى التعميل واشاره ثلاثيه الحدود ايس 2 زائد بي اكس زائد سي. داكوغ، انتظرونا سوف نقوم بتفسير هذا النشاط الخاص بمعادلات والمترجحات والنظمات، تعميل وإشارة ثلاثية الحدود اكس 2 زائد بي اكس زائد سي.